السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو التقويم التشخيصي بالنسبة للمستوى الأول من التعليم الابتدائي في جميع المواد. التقويم التشخيصي غنبداو باللغة العربية. هنا السؤال الأول هو القدرة على وصل صور بما يناسبه، يعني هنا غادي نشوفو كل صورة ونوصلوها ب اللي يناسبها. مثلا الأقلام غادي نوصلها مع المحفظة، كذلك التفاح، كذلك كرة القدم. ندوزو للسؤال الثاني، القدرة على تلوين حروف متشابهة، يعني بحال مثلا حاء تاء، حرف التاء، حرف الفاء، الباء، النون، الواو، الميم. غادي نلونو كل حرف المشابه ديالو بنفس اللون. بحال حرف الحاء غادي نلونو حرف الحاء باللون الأخضر، وكذلك وهكذا. ندوزو السؤال الثالث، القدرة على ربط حرف بالكلمة المتضمنة له، يعني هنا عندنا حروف، هنا عندنا كلمات. هاد الحروف غادي نشوفهم في أي كلمة كاينين. هل مثلا قسم يحتوي على حرف القاف، غادي نوصلوه بقسم، وكذلك داء، دب، وهكذا. ندوزو السؤال الرابع، القدرة على ربط كلمات بالصورة الدالة عليه، سمكة، وردة، تفاحة. هنا غادي نشوفو في كاينة وردة، في كاينة تفاحة، وغادي نصيلو بخط. السؤال الخامس، القدرة على قراءة الكلمات، يعني خاص التلميذ أو التلميذة يقدر يقرأ لنا هاد الكلمات مع الصور ديالها، جرادة، أرنب، أسد، سلحفاة. السؤال السادس، القدرة على قراءة جمل بسيطة، الفواكه لذيذة، أرسم لوحة. هنا يعني التلميذ يقدر يكون يقرأ هاد الجمل، هالجمل البسيطة. ندوزو لمادة الرياضيات. هنا غادي نخلي لكم على شكل بي دي اف في صندوق الوصف. مادة الرياضيات، السؤال الأول، القدرة على التمييز بين الخط المفتوح والخط المغلق. هنا غادي نشوف في الكلمات أين هو الخط المفتوح وأين هو الخط المغلق. السؤال الثاني، القدرة على التمييز بين وضعيات، يعني هذه الوضعيات المكانية هنا، يعني ألون ما بالداخل بالأحمر وما بالخارج بالأخضر. يعني اللي خارج مثلا هذه السلة غادي نلونه بالأخضر، والداخل غنلونه بالأحمر، وكذلك بالنسبة للقفص العصافير. السؤال الثالث، القدرة على التمييز بين أشكال هندسية. هنا ألون المربعات بالأحمر، يعني التلميذ أو التلميذة خصو يلون لنا المربعات، يعرفون فيناهم، يلونهم بالأحمر، والمستطيلات بالأزرق، والأقراص بالأصفر، والمثلثات بالأخضر. مفهوم؟ ندوزو للسؤال الرابع، القدرة على التمييز بين الأطوال، يعني فينا هو اللي أطول وفينا هو اللي أقصر. يعني التلميذ خاصو يكون يميز لنا الأطول والأقصر بين الأشكال. ندوزو للنشاط العلمي، القدرة على تمييز الألوان، يعني خاصو يكون عارف الألوان، يعني كل لون غيصيلو باللون المناسب. أربط كل صورة بلونها، يعني الأصفر مع الأصفر، والأخضر مع الأخضر، والأحمر مع الأحمر. السؤال الثاني، القدرة على تلوين أشياء حسب المطلوب، ألون كما في المثال، يعني هديك غادي نلونه كما هو ملون. السؤال الثالث، القدرة على تعرف مواقع حواس في الجسم، يعني هنا يا الأنف والأذن والعين واللسان، غنصيلها بمكانين.
دوزو نموذج ثاني تقويم تشخيصي لمادة اللغة العربية اللي شفناه مسبقا. هنا هو واضح الحروف قراءة الكلمات، قراءة الجمل، جمل بسيطة جدا. هنا القدرة على تتبع خطوط مساعدة على الكتابة، يعني هنا خصني نتبع على هاد الخطوط، يعني التلميذ خاصو يكون يقدر يتبع على هاد الخطوط لتساعده فيما بعد على الكتاب. القدرة على كتابة حروف، يعني خاص التلميذ أو التلميذة يقدر يكتب لنا هذه الحروف، حرف الدال، حرف الميم، حرف السين، مدرسة، سمكة. مادة الرياضيات، القدرة على التمييز بين خط مغلق وخط مفتوح، القدرة على التمييز في وضعيات مكانية، يعني اللي بالداخل لونه الأحمر وبالخارج بالأخضر، القدرة على التمييز بين الأشكال الهندسية المثلثات والمربعات، وكذلك المستطيلات، القدرة على التمييز بين الأطوال. هنا كذلك نموذج ثاني في مادة الرياضيات، القدرة على التمييز بين الأحجام، أحيط بخط القط الأصغر، يعني خصني نعرف الأصغر من الأكبر. حسن جدا، ممتاز. ندوز للسؤال السادس، القدرة على عد أشياء وربطها بمدلولها، أحسب وأصل بخط بما يناسب. هنا مثلا عندنا سمكتان، يعني هاد الأصبعان يشيران إلى اثنان. حسن جدا. وهنا نحسب الفراشات، لدينا خمس فراشات، يعني الأصابع بالخمس، يعني أصلها معه. القدرة على عد أشياء باعتماد التمثيل الرقمي، يعني لدينا أربعة، غادي نشوف هنا لدينا أربع مربعات أصلها مع أربعة، وكذلك واحد وثلاثة واثنان وخمسة، وأحسب هذه الأشكال وأصلها بالرقم المناسب. القدرة على تمييز الألوان، الأصفر مع الأصفر، وكذلك التفاحة خضراء مع الأخضر، وهكذا. القدرة على تلوين أشياء حسب المطلوب، يعني أن الديك غادي نلونوه بنفس الألوان اللي كاينه في الديك الملون والأصلي. القدرة على تعرف حواس الجسم كما رأينا مسبقا، الأذن، الأنف، العين واللسان. هنا كذلك نموذج ثاني في النشاط العلمي، القدرة على تعرف بعض حيوانات محيطة، أحيط بخط كل حيوان يعيش مع الإنسان، مثال القطة تعيش مع الإنسان، الأسد هل يعيش مع الإنسان؟ لا. حسن جدا، ونتمم لكل الصور، الغزالة، البقرة، التمساح، الخروف، وهكذا. القدرة على ربط كائنات بصغارها، يعني كل كائن والصغير دياله، لدينا القط، الدجاجة، الضفدع، البطة، البقرة. هنا لدينا الصغار، هذا صغار الضفدع، الكتكوت صغير الدجاجة، وهكذا نتمم
القدرة على التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السيء. أضع علامة في باللون الأخضر تحت السلوك الحسن، وعلامة في بالأحمر باللون الأحمر تحت السلوك السيء. نشوفوا هذه الصور ونشوفوا فين السلوك السيء وفين السلوك المزيان. حسن جدا، غسل الأسنان سلوك جيد. إلى هنا ينتهي التقويم التشخيصي للمستوى الأول من التعليم الابتدائي. نتمنى التوفيق للجميع، وفي فيديوهات لاحقة سنمر إلى التقويم التشخيصي للمستوى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إن شاء الله بالترتيب. والسلام عليكم ورحمة الله.